على وقع موجة برد قارس يعيش هذه الأيام سكان عدد من مناطق المملكة تزداد قسوة كلما توغلنا أكثر في الأرياف، ومع ذلك تلاميذ منطقة تلوات ضواحي ورزازات يتحدون قساوة الظروف المناخية من أجل التحصيل العلمي، كما سنتابع في هذا الروبورتاج للحسن بالعالم والتحرير لنزهة عزيزي. جامعة تلوات الجبلية على بعد 90 كيلومترا من ورزازات، التلاميذ يقصدون مدارسهم في درجات حرارة دنيا تنزل إلى تحت الصفر. هذا الصباح ناقص درجتين سجلت بالمنطقة، أجواء باردة لا يخفف منها إلا وجود المدفآت. بأشهر شهر 12 شهر 1 شهر 2 شهر 3 كتكون درجة معروفة بدرجة الحرارة المنخفضة، أحيانا تصل إلى ناقص الدرجات بالليل، مما كيجيو التلاميذ خاصة إلا عندنا الخدمة مع 8 كتكون الظروف شوية قاسحة، كيجيو التلاميذ ما كيقدوش يكتبوا. هذا الشيء كيضرني انني انا نجي قبل منهم واحد نص ساعه باش نشعل لهم الفرن كما كتشوفوا. الاستاذ كيقرينا وملي كنجيو كنلقاوه كيشعل الفرن باش ندفيو يدينا باش نقدروا نكتبوا. لو كنا غير الفرعيه دنسو غزال بزاف داغي نلقاو سميد الا بزاف، ولكن ما يدي يقراو فرانات داغي تعاون بزاف. هنا بفرعية تيغزا حطب التدفئة متوفر كما هو الشأن في 126 وحدة مدرسية بالإقليم. المجتمع المدني دخل على الخط بتوزيع أطقم من الألبسة الشتوية. تم وضع 361 مدفأة وتم توزيع 100 طن من الحطب، وفي هذا الإطار كذلك تعقد المديرية مجموعة من الشراكات مع مجتمع مع جمعية المجتمع المدني لتوفير أطقم من الملابس الشتوية لمجموعة من التلاميذ. سبع جماعات قروية بإقليم ورزازات معنية بموجات برد قارس، وللمواكبة توفر المديرية الإقليمية أكثر من 300 مدفأة وحوالي 500 لباس شتوي.